أخبار أسبوعية مهمة. الاثنين 27 مارس لمناخ الأعمال IFO ألمانيا مؤشر. يحدد مؤشر IFO لمناخ العمل مزاج الشركات في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات ومبيعات الجملة وتوقعاتهم الخاصة بالست أشهر المقبلة. يتم استخراج هذا المؤشر من مسح شهري على 7000 شركة، حيث يتم سؤالهم عن تقييماتهم للوضع الحالي لقطاع الأعمال. الثلاثاء 28 مارس CB الولايات المتحدة مؤشر ثقة المستهلك. يحدد مزاج المستهلكين فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. تشير القراءة المرتفعة إلى ارتفاع معدل تفاعل المستهلك. عندما بتفاعل المستهلكين فإنهم يميلون إلى شراء المزيد من السلع والخدمات مما ينشط الاقتصاد. يتم استخراج هذه القراءة من مسح الشهري يتم فيه سؤال المستوجبين لتقييم الاقتصاد في مستقبل. الأربعاء 29 مارس الولايات المتحدة مخزون النفط الأمريكي الخام. تقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن إدارة المعلومات الطاقة يحدد هذا التقرير الزيادة الأسبوعية في عدد براميل النفط الخام التي تخزنه شركات الأمريكية. يؤثر مستوى المخزونات على سعر المنتجات البترول، مما يؤثر بالتالي على التضخم والقوى الاقتصادية الأخرى. الخميس 30 مارس رسالة التضخم من بنك أنجلترا المركزي. رسالة التضخم المالي لبنك أنجلترا هو عبارة عن تحليل مفصل بشأن توقعات التضخم الاقتصادي للبنك. يتم نشر هذه الرسالة فقد أعلى من 3.0% CPI عندما يكون المؤشر. الجمعة 31 مارس كندا الناتج الإجمالي المحلي شهرياً. يحدد الإنتاج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، وهو مقياس أوسع للنشاط الاقتصادي ومؤشر أساسي للصحة الاقتصادية. التغيير الربعي في نسبة الإنتاج المحلي الإجمالي يؤشر على النمو الاقتصادي ككل. بيانات أعلى من المتوقع ينبغي أن تتخذ كإجابه الثورية لعملة LCID، بينما بيانات أقل من المتوقع ينبغي أن تؤخذ كسلبهدبية للعملة LCID.